بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ النهاردة نكمل الدروس بتاعتكم بتاعت الكومن لاين. هبدأ أول حاجة هفتح الجيت باش هير على الديسكتوب وهعمل ميك دايركتري جديد هسميه تيستينج. تمام، هدخل جوه تيستينج سي دي وبعد كده تيستينج. تمام، هعمل تاتش وابتدي اعمل فايل جديد تكست تكست. هعمل تاتش، على فكرة انا ممكن اعمل تاتش واعمل كذا حاجة، يعني اعمل كذا فايل مرة واحدة. يعني هعمل تيست، انا عملت تكست، هعمل تيست دوت تكست وهعمل دوك دوت دوك كده. انا بعمل كذا فايل، ممكن اعمل فايل كتير كمان تاني كذا واحد يعني جنب بعض كده، اسيب سبيس ما بينهم واعمل ايه اكتب الاسم. تمام، واعمل انتر، هعمل الاس كده اصبح عندي تلات فايلات او ثري فايلز هنا، دوك وتست وتكست. تمام، طيب انا الكومنت بتاعي الجديد النهارده اللي هو ديو، ديو اللي هو الديسك يوزج. اول ما بعمل ديو بضغط انتر بيجيب لي ال مساحة على الديسك بتاعي، فانا المساحة زيرو خلاص، هما كل الفولدر والفايلز فاضيين، فانا عندي المساحة اللي هو شغلها زيرو. انا لو بدأت افتح نانو، عملت نانو وفتحت الفايل اللي اسمه دوك ده، كتبت فيه هلو وورلد Welcome to our course مثلا، يعني وكتبنا hello مثلا، وجيت عامل save وجيت طالع. تمام، تعالوا نشوفوا ال DU اتغيرت ولا لا. ال DU اصبحت واحد. طب الواحد ده اللي هو ايه؟ عندي فايل واحد موجود، يعني انا عندي فايل واحد بس هو اللي ليه مساحة على داخل الفولدر بتاعي. طب لو فتحت نانو، اسف نانو، وجيت فتح الفايل التاني اللي هو اسمه تيست مثلا، فاضي، تعال اكتب فيه برضو اي كلام، ويلكم تو كوماند لاين وسيف. تعالوا نعمل ديو كده، اصبح اتنين، انا عندي تو فايلز هما اللي شغالين مساحة عندي وهكذا. تمام، يبقى الديو اللي هي الديسك يوزج، المساحة المشغولة عندي. تمام، طيب ممكن استخدمها في اي مكان او ممكن استخدمها في اي مكان، يعني انا لو جيت دخلت مثلا عندي فولدر تاني اهو، دخلت هدخل جواه وهاجي عامل مثلا فتح الجيت باش اهوت وعامل ديو، عامل انتر، ايه اللي حصل؟ جاب لي داخل كل فولدر او سب فولدر جاب لي ايه؟ جاب لي ال ال الحاجات اللي مشغولة جوه، او الفولدرات اللي شغلة مساحة جوه، او الفايلات اللي شغلة مساحة جوه. يبقى جوه الفولدر ده في فايل، جوه الفولدر ده في فايل، وهكذا. تمام، نرجع تاني. اول حاجة عندنا، طيب تاني حاجة هاخدها النهاردة، انا الدرس اللي فات كنت ازاي اعمل كات وكوبي وازاي اعمل رينيم. تمام، بس ما خدتش ازاي اعمل ريموف، ازاي اعمل ديليت للحاجة بتاعتي. بس اخلي بالي الامر اللي انا هاخده النهارده بيعمل ديليت فوريفر، يعني خلاص هو مش هيروح على الريسايكل بن، عند الريسايكل بن فاضيه هي الحاجه اللي عاملاها ريموف او ديليت، خلاص مع السلامه من على الجهاز، مش هتعرف ترجعها تاني. تمام، طيب بعمل ديليت ازاي؟ اختصار الكومنت بتاعي اللي هو الار ام، يعني اختصار لريموف. تمام، فانا بعمل ار ام ار ام وبعدين بكتب اسم الحاجه اللي انا عايز اعملها ريموف، تيست مثلا اهو. تمام، هعمل انتر
تعالوا نشوف ال اس كده خلاص. تيست ده خلاص اتعمل له ديليت خلاص تمام كده. انا عايز يسألني يعني، انا مش عايز اعمل ديليت على طول كده، انا عايزه يسألني يقول لي هل انت متأكد ان انت عايز تعمل ديليت ولا لا تمام. فانا عايزه يسألني هعمل ار ام وبعد كده داش باي واكتب اسم الحاجة دوك مثلا اهو. هنا لو ضغطت انتر هيبتدي يسألني يقول لي انت خلاص عايز تعمل ديليت، اكيد هعمل ايه، مش اكيد هعمل نو يعني واي ولا ان تمام. فانا مش عايز اعمل ديليت، هعمل ان، هعمل ال اس انتر. خلاص هو كده ما عملليش ديليت لان انا قلت له انا مش عايز اعمل ديليت. يبقى انا عملت ار ام وبعد كده داش اي، اللي بيحصل بيبتدي يسألني. طب انا لو عملت دايركتوري اهو، ميك دايركتوري وسميته مثلا جيت، عملت ls اصبح في فولدر جديد اسمه جيت. طب انا عايز اعمله ريموف، هعمل rm جيت اهو وعامل انتر. ايه اللي حصل؟ قال لي كانت ريموف اتس از ا دايركتوري، يعني بيقول لي ده فولدر، ده مش هينفع تعمل له ريموف بالامر اللي هو الار ام ده. طب انا عايز اعمل ريموف للفولدر اللي جوه ده، هعمل له ريموف ازاي؟ هعمل ار ام واكتب داش دي تمام، واكتب اسم الدايركتوري او الفولدر بتاعي واعمل انتر. ايه اللي حصل؟ هنا قبل الامر. تعالوا نشوفه ال اس كده. خلاص اتعمل لي ديليت الدايركتوري بتاعي. طيب انا عايزه يسألني برضو هعمل ايه الاي، يعني هعمل ار ام الاول نعمله ميك دايركتري اهو، ميك دايركتري وهسميه جيت ترو تمام كده. هعمل ار ام وبعد داش دي واي، ممكن اكتبها كده او ممكن اكتب برضو داش اي يعني كده، يعني كل واحد لوحدها كده او الاتنين اجمعهم مع بعض واجي كاتب جيت وبعد كده انتر. هو هيسألني انت عايز تعمل له ريموف؟ لو انا عايز اعمل له هعمل له يس واي او ان نو، انا مش عايز امسحه كده، انا اعمل له ال اس لسه موجودة عندي لان انا عملت ايه نو تمام كده. طب هنخش جواه كده سي دي جيت انتر وتعالوا نعمل جواه فايل هسميه تيست برضو تكست تمام. وهرجع تاني تعالوا نجرب دلوقتي نعمله مو. فانا هعمل ار ام داش دي على طول هو مش عايز يسألني، وهعمل جيت وهعمل ان. ايه اللي حصل؟ مرضاش يعمل لي ديليت للفولدر بتاعي. طب ليه مرضاش يعمل لي ديليت للفولدر بتاعي؟ قال لي ان هو نوت امتي، هو حاليا مش فاضي. اول مرة اتعمل له ديليت لان هو كان فاضي، لكن دلوقتي هو مش فاضي فمش هقدر اعمل له ديليت بالامر ده او الكوماند ده. فهبتدي ادخل لحاجة جديدة ان انا هعمل ار ام نفس الكوماند بس هضيف الحرف الار تمام. حرف الار هيبتدي يعمل لي ديليت لكل اللي موجود داخل الفولدر، يعني الفولدر باللي جواه مع السلامة كده. فانا لو عمل انتر كده هو كده عمل له ديليت. تعال نعمله ال اس تاني كده. خلاص الفولدر اتعمل له تمام كده. طب انا لو عايز مثلا يسألني يقول لي انت عايز تعمل ديليت اكيد ولا لا، فانا هضيف الحرف الاي هنا تمام، يبقى دي ار اي تمام. وهاجي اعمل ايه انت؟ طبعا انا عملت انتر دلوقتي ما فيش اصلا ما فيش، فانا هعمل الميك دايركتوري الاول. ميك دايركتوري الاول هسميه جيت ريبا اهوت، وهرجع كده هخلي دي 3 تمام. هنا هيبتدي ايه يسألني هل انت عايز تعمل له ديليت؟ هعمل واي، هعمل نو تمام كده. طيب في ايه تاني في الريموف؟ في الريموف اللي هو الفورس ريموف. يعني ايه الفورس؟ يعني
بيجبر الحاجة إنها تتعمل لها ريموف، إن هو مثلا عندي فايل معصلك ساعات كده، الفايل يعصلك معاك مش راضي يعمل ريموف، فأنا هعمل حاجة اسمها فورس ريموف، فأنا هعمل داش اف وبعد كده أكتب اسم الفايل اللي أنا عايز أعمل له ريموف، هيبتدي يتعمل له فورس ريموف. طيب أنا دلوقتي مثلا عايز أعمل ريموف لكل اللي جوه عندي، أنا هعمل ls أهو، أنا أصبح عندي two files وفولدر، تمام. أنا عايز أعمل كل اللي جوه ده عايز أعمل له إيه ريموف، فهبتدي أعمل إيه، هعمل rm، ولو أنا عايزه يسألني على كل حاجة، يعني أنت عايز تعمل ريموف للدوك هقول له yes، عايز تعمل ريموف للجيت هقول له yes، فأنا هبتدي أعمل i، هيبدأ يسألني على كل حاجة. طيب أنا متأكد إن في جوه فولدرز معايا، يعني مش كلهم فايلز، لأ في فولدرز، فأنا لازم أعمل r. طيب أنا مش عايز حاجة تقف معايا أصلا، أنا هعمل ال f اللي هي الفورس، تمام. أنا لو عملت التشكيلة دي كده على بعضها وفي الآخر اتحطت نجمة، إيه اللي هيحصل؟ وهعمل انتر، هو مسح لي كل اللي جوه، بدأ مسح لي كل اللي جوه الفايل، هعمل ls اهوت، مسح لي كل اللي جوه الفايل، جوه الفولدر آسف. طيب تعالوا نعمل تاني تاتش ونعمل الملفات تاني، تكست اهوت تاتش. انا قلت بقى زي ما قلنا احنا ممكن نكتب ايه كل اللي انا عايز اعمله في سطر واحد كده، مش لازم انا اعمل تاتش وبعد كده تاتش وبعد كده تاتش، لا انا هعمل تاتش واسامي الفايلز اللي انا عايز اعملها كلها مرة واحدة، وميج دايركتري هسميه جيت اهوت، هعمل ls، اصبح عندي 3 فايلز و فولدر. تعالوا نعمله rm وبعد كده داش r i بعد كده النجمة بتاعتي وعمل انتر. هنا هيبتدي الترتيب اهو اختلف، انا عملت داش i r f، هو ايه اللي حصل؟ هو مسح لي كله من غير ما يسألني، تمام. لكن انا لو عملت r i تمام هيبتدي يسألني على كل واحد، انت عايز تمسحه ولا لا، عايز امسحه يس، عايز امسحه نو، عايز امسحه يس، عايز امسحه نو، وهكذا، تمام. يبقى الكوماند ده هيعمل لي ايه، هيبتدي يمسح لي كل اللي جوه الفولدر بتاعي، بس هيسألني في كل واحد، تمام كده. طيب كده احنا خلاص، يعني احنا كده خلصنا الدرس بتاعنا. خدنا ايه النهارده؟ خدنا الديو ديرت يوزج، خدنا ال rm اللي هي remove، خدنا معاها dash r لو انا شغال عايز امسح كل الفولدر بتاعي بكل اللي ما فيه، تمام. dash d لو الفولدر بتاعي ده empty فاضي فانا عايز امسحه، خدت dash i لو عايزه يسألني عايز تمسحه ولا لا، dash f لو انا عايز اعمل force delete، تمام. دي كده الكوماندز اللي احنا خدناها النهارده. متنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.